لا نعود إلى المجال الرياضي. انطلقت المباراة والكرة لفائدة المنتخب الغامبي، هذا بادو جانجي لاعب سان جالن السويسري. الكرة في وسط الميدان، سيكون هناك بحث جاد من الفريقين، وكما قال المدرب وحيد هاليلوزيتش فمثل هذه المباريات غالبا ما تحسم. حاول عن طريق التمرير لكن تدخل الدفاع قال بأن مثل هذه المباريات غالبا ما تحسم في لقاءات الذهاب، إما بالفوز خارج الميدان وإما بتحقيق نتيجة التعادل على أي العودة بأقل الأضرار، والتي ستحفز الفريق في المباراة المولية ليتمكن من بسط هيمنته على الفريق الخصم وكسب التألق. هذا المدرب وحيد هالي لوزيتش الذي عوض المدرب بنشيخة، والذي بدوره حل مكان رابح سعدان، والذي تأهل مع المنتخب الجزائري وقاده إلى نهائيات كأس العالم بعد لقاء مثير أمام الفراعنة، أمام المنتخب المصري الذي كان قد فاز بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية 2006 2008 و2010، لكنه لم يقوى على هزم المنتخب الجزائري. وفي المباراة الفاصلة بالخرطوم في السودان تمكن المنتخب الجزائري بواسطة عنتر يحيى من تسجيل هدف الخلاص تأهل إلى نهائيات كأس العالم، والتي لم تكن في مستوى التطلعات. ويحاول هنا المنتخب الجزائري بعد إقصائه من المشاركة في المنافسات الخاصة بكأس إفريقيا للأمم العودة إلى الواجهة من جديد. فرصة لفائدة المنتخب الجزائري هنا الذي يضغط منذ البداية لبلوغ مرمى الخصم، وموسى كامارا في الحراسة. انتقلت الكرة لفائدة المنتخب الغامبي، لا سبيل من لعب سوى مراوغة أكبر عدد من اللاعبين. ذم الدفاع متكتل، كان يحاول تجاوز 3 لاعبين، صعب الأمر. وهنا كان تدخل قويا من بوغرا لإنقاذ الموقف قبل الوصول إلى معترك العمليات الخاص بالمنتخب الجزائري. إذن تتواصل هذه المباراة. قلت هذا البلد غامبيا والذي يبحث عن نفسه ضمن خريطة الكرة الإفريقية لتحق بمجموعة من الأسماء كتلك التي تأهلت إلى المنافسات الإفريقية لأول مرة، كمنتخب غينيا الاستوائية، وكذلك منتخبات بوتسوانا، ومجموعة من المنتخبات التي برزت أخيرا النيجر أيضا، والتي أقصت منتخبات كبيرة كمصر وكنيجيريا التي ابتعدت عن المنافسات الإفريقية. قلت بأن هناك مجموعة من مباريات تدور هذا اليوم، ومن ضمنها اللقاء الذي انتهى قبل قليل بتفوق المنتخب الكيني على نظيره الطوغولي بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما ساد التعادل حتى اللحظات الأخيرة من هذه المباراة، حيث تمكن منتخب كينيا من الفوز على الطوغو بهدفين مقابل هدف واحد. الطوغو التي تأهلت لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2006 بألمانيا، لكنها عجزت عن ذلك في المنافسات الخاصة بكأس العالم الأخيرة. لم يتمكن المنتخب رغم تواجد مجموعة كبيرة من الأسماء من بسط اسمه في المنافسات العالمية كآدي بايور. الفرصة الآن لفائدة المنتخب الغامبي، تبعد الكرة من طرف المدافعين الجزائريين وتعاد إلى وسط الميدان من جديد. استمرت محاولات جس النبض بعد اندفاع كبير للاعب المنتخب الجزائري، تمكن إذن في نهاية المطاف لاعب المنتخب الغامبي المدعومون بألاف المتفرجين والمشجعين من الحمل على مرمى المنتخب الجزائري. كرة في الوسط من جديد، المنتخب الجزائري يستحوذ على الكرة مرة أخرى وأكثر تحكم في الكرة في هذه اللحظات. تمرير داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يتدخل مرة أخرى. قلت مجموعة من اللاعبين من المنتخب الجزائري يلزمون الكراسي المتواجدة في المنصة الشرفية كدوخة، جابو بوزيد، شلالي، مترف، لم يكونوا في مخيلة المدرب حتى وقت قليل من بداية هذه المباراة، بينما في الاحتياط هناك مجموعة من الأسماء كشوشي، كبوعزة، كشزال، بودبوز، مجاني، مصطفى، ولموشيا من اتحاد العاصمة الجزائري. نفذت هذه العملية كل فائدة المنتخب الجزائري مرة أخرى، والذي فاز ك نظرائه للمغرب العربي، التونس، وكذلك المغرب بكأس إفريقيا واحدة، وكان ذلك سنة 82 من بعد ما تمكن 84 من بعد ما تمكن المنتخب المغربي قبل ذلك سنة 1976 من الفوز بكأس إفريقيا بأديس أبيبا. وفي التسعينيات
سنة 2006 تمكن المنتخب التونسي من الفوز بكأس إفريقيا بعدما لعب نهاية أخرى سنة 96 أمام نظيره من جنوب إفريقيا. إذن تتواصل فعالية هذه المباراة في العاصمة بنجول بين المنتخبين الغامبي ونظيره الجزائر. نلعب الدقيقة 6 من الشوط الأول من هذه المباراة، مباراة ينتظر منها الشيء الكثير للتعرف على طموحات الفريقين، خاصة المواجهة القادمة ستكون أمام منتخبات كسبت التأهل لكأس إفريقيا الأخيرة، المنتخبات 16 والتي ستواجه المنتخبات المؤهلة عن هذا الدور. أذكر بالمباريات، هناك إثيوبيا في مواجهة بنين، رواندا تقابل نيجيريا، الكونغو، برازيل تواجه أوغندا، بوروندي تقابل زيمبابوي. هذه المباراة بين الجزائر وغامبيا. قبل قليل كينيا تغلبت على الطوغو بهدفين مقابل هدف واحد، ثم غينيا بيساو تواجه الكاميرون. فرصة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، لاحظوا بأن يعني الأرضية يعني تعيق سير الكرة بالنسبة للاعبين، التمريرات غالبا لا تكون محكمة من الجانبين. تشاد تواجه مالاوي، تنزانيا الموزمبيق، إفريقيا الوسطى ضد منتخب مصر، ومدغشقر كاب فيغ، رأس الرجاء الصالح، ثم ليبيريا في مواجهة ناميبيا. ركنية لفائدة المنتخب الجزائري الأولى بالنسبة للمباراة، لكن الدفاع تدخل تعاد من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، لكن هناك صافرة من الحكم من بعد هذه الضربة الرأسية اللي كانت في القائم الأيسر للحارس الغامبي. سبق للحكم أن أعلن عن خطأ لفائدة المنتخب، سبق الحكم أن رفع العلم معلنا عن ربما تسلل في جانب المنتخب الجزائري. إذن خطأ وضربة ثابتة لفائدة المنتخب الغامبي في هذه الأثناء. تمر الكرة في وسط ديال الميدان، اللاعبون الجزائريون سبقون الكرات، لكن تنتقل بسرعة لفائدة المنتخب الغامبي وسط بابودو جانجي، لاعب غالين سويسري، كرة في وسط ديال الميدان، لكن صراع ما بين اللاعبين والحكم بصفيرة يعلن عن خطأ لفائدة المنتخب الجزائري. الدقيقة 8 من الشوط الأول من هذه المباراة، نعيش دائما على البياض وعلى التعادل بين الفريقين. خطأ مرة أخرى واحتجاج على قرار الحكم، وستنفذ الركنية الثانية لفائدة المنتخب الجزائري. واضح بأن الكرة لمست لاعب المنتخب الجزائر لكي يستفد من الركنية الثانية بالنسبة للشوط الأول من هذه المباراة. ستنفذ مرة أخرى، دخلنا في الدقيقة 9، ضربة رأسية لكن تبعد كرة من طرف المدافعين. الفريق الجزائري أكثر استحواذ على الكرات لحد الآن، والتدخل مرة أخرى لتنتقل الكرة إلى التماس لفائدة المنتخب الجزائري. هذا اللاعب مامادو دونسو، فر مرة أخرى الكرة لفائدة المنتخب الجزائري، لكن الحارس كان في المكان المناسب، موسى كمارا يسيطر على الكرة. ستنفذ هذه الضربة لفائدة المنتخب الغامبي، والذي سيعمل على تحقيق نتيجة كبيرة، لأن تنتظره مباراة قوية جدا في خلال مباريات العودة بالجزائر. قبل بداية المباراة صرح المدرب الجزائري وحيد علي لوزيتش، مدرب المنتخب الجزائري، بأنه سيعتمد خطط 4-4-2 أو 4-5-1، ملء وسط الميدان لحرمان اللاعبين الغامبيين من التصرف في الكرات والاعتماد على الحملات المضادة عند اقتناص الكرة، وهذا هو اللي يجعل الآن الفريق الجزائري أكثر استحواذ على الكرات لأنه يحكم السيطرة على وسط الميدان. إذن مرة أخرى الكرة لفائدة المنتخب الغامبي، تنفذ الكرة إلى الأمام لكن الدفاع يتدخل وتعود الكرة الوسط من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، لكن المشي فوق الكرة خلى اللاعب الغامبي أنه يستفيد من الكرة من جديد في وسط ديال الميدان. هناك كل من فغوليا، بوز، وكذلك قادير الذين يتفوقون في وسط الميدان وفي كل النزالات الثنائية لحد الآن لفائدة المنتخب الجزائري. قلت غامبيا، هذا البلد الذي كان ينتمي منذ سنة 1982 احتلت 89، أي قبل الانقلاب.